قاتل في هذا الظرف الصعب، وكما ذكر الأخ قائد بغداد، هؤلاء الأبطال في هذا الحر درجات الحرارة عالية يعملون في العراء ويصلحون هيك عدد من كبير من العجلات. يعني هذا أعتقد بمعاني كبيرة إلى الشعب العراقي وإلى العالم بأنه جيشنا العراقي عازم ومصر وسيستمر في القتال والبلاء إلى أن يحرر آخر شبر من أرض العراق، وسيسحق الإرهابيين بأقدام أبناء القوات المسلحة الباسلة بإذن الله.